احمد سامي حاجه المنتخب المصري لكره اليد اللي رمى جول في الميداليه الذهبيه. انت جيت ده اول ماتش ليك جاي بديل لشخص بالسلامه، شايف الماتش النهارده ازاي واول ماتش ميداليه ذهبيه؟ اه الحمد لله، يعني الحمد لله. اول حاجه احب اشكر الفرقه، ما قصروش خالص، ويعني الصراحه الله يكون في عونهم في 13 يوم اللي هم كانوا قاعدين هنا في غانا. الصراحه الدنيا صعبه قوي، والجو يعني حاجه صعبه، والاكل والصيام والناس كلها يعني على اخرها، بس الحمد لله ربنا كرمنا بالذهبيه الحمد لله. وعن اول ماتش والله الحمد لله، يعني هو سيستم واحد بيلعب بيه مصر كله، فالحمد لله يعني. بس ايه اصعب حاجه؟ هو الميحه بس يا جدعان، هو الميحه دي يا جدعان عمل الفرق والله. ايه اصعب حاجه النهارده جيت يعني حسيتها في المباراه بعد رجوع طبعا منتخب الكونغو في المباراه كامله؟ هو المنتخب الكونغو رجع عشان احنا مش قادرين الجو، هم متعودين الصراحه يلعبوا في الحاجات دي، احنا يعني مش ما كناش على اخرنا وبنلعب 60 دقيقه بقى، فالدنيا كانت على اخرها. اصعب حاجه يعني حاسسها الحكام، يعني الحكام جم الشوط الثاني مش عارف فيه ايه مالهم، فبس كده يعني.